مكانك مش هنا. عايز تفتح صالون حلاقة وتشتغل شغلتك اللي بتحبها؟ البنك الأهلي المصري بيمول أي مشروع صغير وهيديلك المبلغ اللي انت محتاجه، ومش هتدفع ولا قسط غير بعد سنة. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. مين عايز يبقى بطل؟ زبادي جودو، أربع أطعمة مختلفة. جودو، قواك بطل. عدنا مرة أخرى، كنا بنتكلم في موضوع الفحم. أنا صراحة مهتم شخصيا بهذا الموضوع، لأن أنا شايف أن ممكن حل الأزمات اللي موجودة وليست مستحيلة. حضرتك موضوع الفحم، هرجع برضو وأقول أن أنت حضرتك قلت فيه مجموعة من الحلول، لازم ده شايف أنه ممكن يكون الحل الأسرع. برضو إحنا محتاجين حل سريع، إحنا مقبلين على صيف ممكن نواجه فيه أخطر. احنا قد ايه مقبلين على الصيف يا فندم فيه مشاكل؟ بس بعد اتغيرت كام حكومه، اتغيرت كام 19 سنين بس على الكلام ده، اتغيرت كام حكومه. يعني اللي انا عايز اقوله قصدي ايه، يعني الحل الفوري اللي انا عايزه النهارده، او الحل اللي انا شايفه انه متوسط المدى شويه، ده من 3 سنين كان هيديني الحل الفوري النهارده ابتديت فيه. فانا عايز اقول قصدي ايه تاني، هي منظومه على بعضها، هي استراتيجيه واضحه على بعضها. هعمل حاجات حاليه، يعني ممكن اعمل كفاءه طاقه النهارده جوه محطات الكهرباء واحرر مجموعه من الغاز. لو 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 وزاره البيئه قدرت انها تحط لنا الاشتراطات، احنا من الناس الكتيره طالبنا، حط لنا الاشتراطات الرسميه العالميه وطبقها عليا. لو عرفت انك انت تقدر تحطها وتطبقها عليا في مصانع الاسمنت واقلب الفحم، قل لي انا كتنميه صناعيه شايف ان انا محتاج طاقه، عندي مجموعه حلول مقترحه كتير، مين اللي حطها معايا؟ خبراء الطاقة والبيئة والبترول. هل النهاردة في حلول فورية؟ يمكن أسرعهم زي ما حاجة بتتكلم اللي هو موضوع الفحم في مصانع الأسمنت، وكلمنا فيه كتير. هل ده محتاج اشتراطات؟ ده مؤكد إن أكيد محتاج اشتراطات ومحتاجة استعدادات. هل الاشتراطات دي احنا نناشد الجهات المعنية بوضع الاشتراطات إنها تحطها، بالوضع الاستعدادات انها تحطها؟ لو هم شايفين إن مستحيل يبقى في جدوى يتفاوضوا مع معانا. في جدول إيه؟ جدول لهذا السويتش او هذا الاستخدام. يقولون انا بقول حاجه، يقولون لنا ايه الحل. يعني ما انا، ما هي الفكره كلها هيجي يردوا بتوع البيت كده، مش مشكلتنا. لا ما هي مشكلتنا كلنا، احنا بنشتغل كلنا لاولادنا ولاحفادنا. لو على كل واحد فينا هيقعد في بيتهم وخلص القضيه على كده، كلنا بنشتغل لاولادنا واحفادنا. فالبيئه مع البترول مع الكهرباء مع الصناعه، احنا كصناعه واضحين جدا في طلباتنا، احنا جهه طلبه، انا مش الجهه المنفذه، انا الجهه الطالبه. الجهه الطالبه واضحه جدا، خريطتها واضحه قدامها، توسعاتها واضحه قدامها، طلباتها واضحه. ده تتجاب ازاي؟ هتتجاب من مصادر احفوريه وزاره البترول تعرف تمدنا بيها، يا ريت. الكهرباء من خلال تحسين كفاءه الطاقه في محطات الكهرباء فورا، يا ريت. في انها تبدا في انشاء محطات فحم في المواني، يا ريت. وزاره البيئه انها تسمح باستيراد الفحم لمصانع الاسمنت باشتراطات معينه، يا ريت. انا في الاخر انا عايز اوصل لحاجه زي برضه حاجه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، وازاي معادله التسعير اللي تسمح بالاستثمار ان هو يجذب في هذا المكان، وطريقه منحه الارض. اصل الراجل ده بتاع المزارع الشمسيه ده ما بيعملش في ارض صغيره، بقى في ارض كبيره. هتدي له الارض ازاي؟ سياسه تاني، سياسه والتشريع تاني عشان تدي له الارض. لازم نفكر في كل الكلام ده باكج واحده وفورا، فنبقى احنا شايفين، عشان حتى مصنع الاسمنت اللي جاي يشتغل معاك يبقى عارف انت في خلال 6 سنين هتعمل ايه. اسمح لي يا فندم، انا هخرج لفاصل وهرجع لملف تاني. عشرة مش علشان شغال في الأهلي والله، والأهلي ده مش نادي كده والسلام، ده بيت وليه عزوته، جمهوره اللي دايما شايله على كتافه. البيت ده يا ما شفنا فيه أيام شدة وضيقة، بس برضه شفنا فيه أيام حلوة كتير. البيت ده كمان ليه سر، اللي يدخله كل يحلم يبقى زيه، واللي يخرج من البيت ده ما يهونش عليه يبعد. هو الأهلي كده عمره ما يتكسر، لو وقع دي ألف قومة. ناس كتير الأهلي بالنسبة لهم مش مجرد نادي، ده حياة. عشان كده هم دايما في ظهره وعلى الحلوة والمرة معاه. جهينة 15 سنة في ظهر النادي الأهلي.
نظبط على كده يا باشا ونقصر هسه. مكانك مش هنا. عايز تفتح محل ترزي وتشتغل شغلتك اللي بتحبها؟ البنك الاهلي المصري بيمول اي مشروع صغير وهيدي لك المبلغ اللي انت محتاجه، ومش هتدفع ولا قسط غير بعد سنه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. عدنا وننتقل لملف جديد اللي هو ملف الاستثمار الاجنبي والشراكه مع المستثمرين الاجانب. تمام. بعض الناس بتقول ان ايه، ان احكام مجلس الدوله الاخيره ممكن تكون اثرت شويه على رغبه الشريك الاجنبي ان هو يجي، لان هو محتاج زي ما حضرتك قلت في الاول لرولز واضحه. متأكد. طبعا مش هندخل في الاحكام ديت، ولكنها في النهايه انا بتكلمش على اساس الحكم، لكن في النهايه انا بتكلم الرؤيه من بره، ان عنصر سلبي ان الدوله من المفترض انها بتحترم تعاقداتها. ما ينفعش ان انا مستثمر اجنبي وجيت تعاقدت مع دوله على شراء مصنع ان انا يجي بعد كده حد يقول لي لا هاته. يعني انا كلام حاجة ده عنصر سلبي محطوط، والدوله دلوقتي بتحاول انها ايه في الاطار العام تغير الصوره. في الاطار العام ده مظبوط، لكن الناس برضو فاهمه ومقدره ان البلد دي حصل فيها ثوره، حصل فيها ثورتين. تمام. بالمناسبه حصل فيها ثورتين، فشيء طبيعي ان يكون عندنا بعض الارتباك بشكل معين، فالناس كلها مقدره الكلام ده. ليه مقدره؟ مش حبا فينا، هي يعني مقدره انها شايفه فرصها. بس انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه بمناسبه الثوره. حصلت حاجه الناس بتتكلم عليها لحد دلوقتي، اللي هي بعد الثوره كان عندنا 36 مليار دولار احتياطي اجنبي، وجم كان فيهم سندات تقريبا 12 او 13 مليار دولار سندات لاجانب. طلبوا الاجانب من الدكتور فاروق العقده وكان محافظ البنك المركزي وقتها، قالوا له عايزين السندات بتاعتنا بارباحها. كان يملك وقتها ان يقول لا دي ثوره وخلاص هديها لكم بدون ارباح، ولكن الراجل كان عنده بعد نظر وقال لهم لا هديها لكم بارباحها. وبالفعل بعد ما خدوها بداوا يفكروا يرجعوا تاني، وبداوا بالفعل يشتروا سندات. فده كان استراتيجيه ان انت ما تطبقش نظام ايه ان لا ده في ثوره بلاش قانون. لا بس الاستراتيجيه، لا ما قلناش كده، احنا بنتكلم استراتيجيه حاجه واحكام قضاء حاجه ثانيه. احكام قضاء بتحترم، لكن استراتيجيه تملك انت فيها الاو لا او تتحرك خطوه او خطوتين او ثلاثه او يمين او شمال، هو احكام القضاء ما حدش يقدر يتحرك فيها. احكام القضاء ما حدش. لكن نرجع ثاني نفس القضيه، المشكله. تمام. اتفضل. المشكله الرئيسيه اللي بنتكلم فيها هي عباره عن ايه؟ ايه اجراءاتك على كل المستويات، سياسه ارض، سياسه ضريبه، سياسه قانون عمل، سياسه طاقه، المستثمر يدخل ازاي، ولو حب يتخارج حب خلاص. اهم حاجه التخرج المستثمر بالظبط، يطلع ازاي. ده اكبر حافز تعرف تجيب بيه استثمار. هو لكن ايه اللي موجود يا فندم من العناصر ديت؟ كله موجود، بس في غير المسؤولين المحترمين اللي زي حضرتك وزي الاستاذ منير فخري عبد النور اللي هم عندهم نوع من الايه من الادراك في شوائب وفي قرارات متعارضه كتير. زي ما انا اديت حاجه مثال بسيط جدا لسه، اصل كنت في الترسانه البحريه، هم اللي قالوا لي الكلام. قانون فعلا لما راجعنا استورد شيء تم الصنع ادخله معفي من الجمارك، ولو انا اللي حصلناه ادفع على مكوناته جمارك. نملك نغير هذا القانون طبعا، حاجات كتيره تملكها، بس نقعد بنيه واضحه برؤيه واضحه بشجاعه تامه وبشفافيه تامه، نحط ورقنا على الترابيزه ونطلع بحلول. ده اللي بنحاول نعمله. محتاجين نستنى مجلس شعب عشان نغير، ولا اعتقد ان النهارده قبل بكره؟ لا، في حاجات كتيره تقدر تعملها النهارده قبل بكره، وبنحاول احنا كتنميه صناعيه فيما يخصنا، ومعانا معالي الوزير بندخل بيه مجلس الوزراء، بنحاول ان احنا نغير حاجات كتير. المهندس ابراهيم محلب قلبه جامد طبعاً وفاهم ان احنا مش في رفاهيه الانتظار. اكيد. يعني حضرتك لو بتسال ايه اهم حافز تجيب بيه استثمار اجنبي، هو ده والله، لان المستثمر اللي قاعد بره شايف الفرصه هنا، هو فاهم لو جه استثمر في الطاقه الشمسيه هو هيستفيد ايه، هو عارف. لو جه استثمر في الخامات التعدينيه هو عارف وهيستفيد ايه. لو هيبني رصيف هو عارف وهيستفيد ايه، فهو فاهمها، بس هو خايف من المشوار اخش ازاي، ولو حبيت امشي ازاي. لو انت حلت له دي ما تكلموش كتير بقى في ضرائب، وما تكلموش في الحاجات التانية دي، هو يعني هو مستعد لتكاليف، بس يبقى عارف ايه خارطه الطريق قصاد وضوح، مع فرصه استثماريه واضحه بالنسبه له، واحنا بنساعده في ان احنا بنلمعها له اكتر وبنبينها له اكتر، او بنلقي له عليها الضوء لو هو مش شايفها. هسال حضرتك سؤال اخير. اتفضل. ايه اللي حضرتك يعني حاطه في خطتك الفتره الجايه بحيث ان انت تسهل الاجراءات الاستثمار الصناعي؟
هقول لحضرتك احنا زي ما اتفقنا احنا خلصنا الخريطه الصناعيه، اطلقنا البوابه الالكترونيه دي. انت لما حضرتك مش متخيل دي هتفرق كتير في التواصل وفي طلب الخدمه اللي جاي والحصول على الخدمه. اللي جاي الاستمرار في ترفيق المناطق الصناعيه، المتابعه مع المحافظات، المجمعات الصناعيه ال 22 مجمع اللي هي فلوسهم النهارده عند وزير التنميه المعالي وزير التنميه المحليه. احنا بنتحرك على المحافظات عشان نوجههم انهم يستفيدوا من هذه الفلوس بالتصميمات والدراسات اللي احنا عاملينها. امتى اول مجمع صناعي ممكن ينطلق؟ والله اللي واضح جدا بتاع البلاستيك، بتاع البلاستيك، والتاني بتاع المفروشات بتاع ده ممكن بتاع البلاستيك يبقى امتى؟ والله نتوقع نتمنى خلال الشهرين الثلاثه الجايين دول يعني. تمام. ان شاء الله يا رب باذن الله. فندم انا سعدت بحضرتك، ونتمنى لمصر ان شاء الله في ظل وجود قيادات على مستوى الدكتور محمود الجرف ان تتقدم، وان شاء الله الواحد متوقع ان الفتره الجايه يكون فيها المزيد من الاستثمارات الجديده العربيه والمحليه. وبرضه هحط يعني في الاعتبار ان الاستثمار الاجنبي مش هيجي غير لو الاستثمار المصري مرتاح. شرفتنا يا محمود.